من القاهرة مشاهدينا ينضم إلينا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أهلا بك سيد رامي معنا. إذا التفاصيل أوفى عن هذه الغارات وما توفر لكم بمعلومات حتى الآن؟ نعم، بشكل تأكيد أن هناك مطار المنزل العسكري أو منطقة مطار المنزل العسكري استهدفت بأحد الصواريخ التي جاءت من غرب سوريا. إذا إسرائيل نفت قد تكون صواريخ أمريكية، ولكن أمريكا لماذا تستهدف مطار المنزل العسكري في هذا الوقت بالذات حقيقة الأمر؟ بالنسبة لضواحي العاصمة دمشق، حتى اللحظة الواضح بأن الصواريخ الدفاع الجوي التي تصدت للصواريخ التي إسرائيل تنفيها الآن وسقطت على أحد المنازل في جنوب العاصمة دمشق في منطقة السيدة زينب، لا يعلم إذا ما كان هو الاستهداف من الصاروخ أم شظايا الدفاع الجوي، لكن بشكل قطعي المؤكد مطار المنزل العسكري بشكل قطعي هو الذي استهدف. ونقول بأن مطار المنزل العسكري وصلت إليه طائرة عسكرية إيرانية كانت قد انطلقت من مطار دير الزور العسكري باتجاه هذا المطار الواقع في دمشق. هل كان الهدف الطائرة العسكرية الإيرانية، طائرة الشحن العسكرية الإيرانية، أم الهدف هو شيء ما داخل هذا المطار في ظل النفي الإسرائيلي؟ لا نعلم هل الولايات المتحدة الأمريكية سوف تطلق صواريخ من غرب سوريا باتجاه دمشق، يعني حتى اللحظة النفي إسرائيلي، ولكن التأكيد هل هو أكيد أن إسرائيل لم تستهدف؟ من استهدف العاصمة دمشق بالصواريخ؟ دعنا نقول أيضا بأن صواريخ الدفاع الجوي أسقطت صاروخ على الأقل من الصواريخ الثلاثة التي استهدفت العاصمة دمشق ومحيطها. طيب يعني فيما يتعلق بمنطقة السيدة زينب، يعني ما الخصوصية التي تتميز بها هذه المنطقة؟ لأنه ليس الاستهداف الأول لها طبعا من الجانب سواء الإسرائيلي في بداية الأمر كانت. نعم تفضل. نعم السيدة زينب هي يوجد فيها مقرات ومزارع ومنازل لحزب الله اللبناني. السيدة زينب قتل فيها قبل أيام أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني. السيدة زينب قتل فيها في شهر ديسمبر الفائت قائد الحرس الثوري الإيراني في سوريا رضا الموسوي أو رضي الموسوي. والسيدة زينب استهدفت أكثر من مرة وقتل فيها قيادات وعناصر من حزب الله اللبناني باستهداف مزارع تابع الحزب، هذا في ظل الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأراضي السورية. ولكن سابقا السيدة زينب دمرت فيها مستودعات للإيرانيين وحزب الله اللبناني. والسيدة زينب تعتبر ضاحية دمشق الجنوبية أسوة بضاحية بيروت الجنوبية، أي أنها معقل حزب الله اللبناني وميليشيات إيران داخل الأراضي السورية. ربما جميع هذه الهجمات في محيط دمشق كانت من الجانب الإسرائيلي، لكن هل كانت هناك أيضا هجمات أمريكية سجلت في التاريخ القريب أو البعيد في هذه المنطقة؟ على الإطلاق يعني مستغرب بأن تنفي إسرائيل. إذا من الذي استهدف دمشق؟ من الذي استهدف مطار منزل عسكري؟ من الذي استهدف محيط دمشق؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت إنذار سابقا لإيران كي تسحب مستشاريها من دير الزور قبل الاستهداف الأمريكي ستلاحق إيران في دمشق؟ يعني أمريكا لو أرادت حقيقة الأمر تحقيق خسائر في الحرس الثوري الإيراني لكانت ضربتهم ضربة مفاجئة في دير الزور مكان انتشارهم الأكبر الذين يعتبرون فيه الميادين عاصمة حزب الله وإيران في مناطق شرق سوريا. نعم شكرا لك من القاهرة، كنت معنا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.